يقول السائل: ما حكم من سرق متاع غيره وهو يعرفه ثم أراد التوبة إلى الله ولم يجد ذلك الشخص المعين حتى يرد له متاعه، ماذا يصنع في هذه الحالة؟ ما دام أنه يعرفه فلا بد من رد حقه عليه، وإذا لم يعرفه الآن يعني ما اهتدى إليه الآن ما وجده فإنه ينتظر إلى أن يأتي أو يجده ثم يدفع إليه ماله أو يطلب منه المسامحة